الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يتفق مع وزير العمل على خريطة جديدة لتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية. محافظ صلاح الدين يوجه لتوسيع المناطق الخضراء في تكريتا ورفع تجاوزات وتسهيل حركة المواصلات في غرب المدينة. مواطنون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق صلاح الدين، ودوائر البلديات تواصل حملات تحسين واقع الخدمات. ونواب المناطق المحررة يطالبون بتخصيصات مالية في الموازنة تناسب حجم الدمار فيها، وقلق من ارتفاع معدلات الانتحار بين النازحين.